بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. محاضرة رقم 1 من الأسبوع السابع. توقفنا عند صفحة 24 لغاية Organized Urinary Sediments راسب الميكروسكوبيك Examination. وفي الحالة بنشوف ثلاث شغلات تحت الميكروسكوب أساسية، هي السيلز، الخلايا بأنواعها، الكاست بأنواعها. والكاست هي خلايا أو مركبات تخرج مطابقة تماما، يطلق عليها صورة الخلايا أو صورة النسيج أو صورة عن النسيج، زي ما تصور ورقة نسخة من الورق الثاني بتطلع صورة مطابقة، مجموعة من المركبات والخلايا بتطلع ايه؟ نفس صورة النسيج اللي هي طالعة منه الكبد، عفوا الكلى، الحالب، المثانة الى اخره. هذه الكاست اللي هي صورة النسيج او صورة عن النسيج او صورة عن المكان اللي طلعت منه. الكريستالز اللي هي الاملاح، يعني ثلاث شغلات بنشوفها تحت الميكروسكوب، ارجع واكرر: سيلز، كاست، كريستالز. والان هنتكلم على الريد بلاد كوربسكيولر، اي كريات الدم الحمراء. وهذه صراحة لما بتكون موجودة من 0 لـ 5 يعتبر أمر طبيعي، من 0 لـ 5، من 0 لـ 5، يعني من 0 لـ 5 5 كريات نشوفها في الفيلد يعتبر أمر طبيعي، أكثر من 5 يعتبر الأمر مقلق. كيف مقلق؟ قبل ما ندخل في الموضوع، تخيل معي متى بتخرج كرات الدم الحمراء من الجلد، من الشريان، من الوريد، من النسيج. ما بتخرج إلا في حالة جرح أو التهابات أو ضربات أو مشاكل أخرى كالأورام ونزف الدم. في وضع طبيعي ما بنشوف كرات الدم الحمراء، فوجودها يوحي على مشكلة طبية. أقل من 5 تعتبر مشكلة غير طبية، وفي الغالب أمر طبيعي. خليتين طلعوا بالصدفة، 3، 4، 5 طلعوا بالصدفة، وما يعتبر أمر مقلق. وهذه الأمور لازم نكون فاهمينها. طيب، برضو قبل ما أدخل في التفاصيل، شكلها زي ما احنا شايفين على السلايد عندي انا على الشاشة، كيف بيكون دائري امرار، بأشوفها شرينكينج، منكمشة زي اللي موجود في الصورة نتيجة تأثير معين. امرار بشوفها منتفخة زي اللي جنبها هنا اللي في اخر واحدة، منتفخة حجمها كبير. ليه؟ لانه في انتفاخ صار فيها نتيجة تأثير معين، لكن الوضع الطبيعي زي التنتين اللي شايفينها فوق أعلى واحدة واللي تحته. طيب، أبيرنس، المظهر إلها إيش، وجودها كيف بنشوفها؟ قال لك normally red blood cells أو corpuscular appear، تظهر in fresh sample as intact، أي أنها بتكون موجودة بشكل خامل، بشكل قليل، بتكون جديدة كمان. انتكت خامل يعني ايه؟ بتكون لسه بصورتها الاولية، ما تكسرت، ما تغيرت، ما ادخل عليها الا اذا احنا تأخرنا في فحص العينة. بنشوفها سمول، سمول زي ما احنا شايفينها في الفيل، هي بيكون حجمها صغير، 7 مايكرون، 7 لـ 8 مايكرون. And find yellowish disc، بتكون كذلك الأمر ماخذة على شكل
اصفرار خفيف. ليه؟ لانه تحت الميكروسكوب ما بتكون لونها احمر بنشوفها تحت الميكروسكوب زي ما انتم متخيلين، لا بنشوفها معطية على صفار، على لمعة، على من الداخل بنلاقيها زي عجل السيارة، من الداخل شفاف ومن الاطراف غامق شوية. داركر الذئج غامق على الحواف. مجر المقياس بتاعها من 7 إلى 8 مايكرون، هذا في وضع طبيعي. ان كونسنتريتد يورين، والله لو انا رحت عملت تركيز لعينة البول كيف يعني؟ ماشي، احنا الان رحنا عملنا لعينة اليورين حطناها في السنترفيوج عشان ايه؟ نعملها ترسيب. يبقى بعد الترسيب maybe cremated، بنشوفها مكرمشة شوية، and their size become small، بنلاقي حجمها صغر شوية، صغر مايكرون يعني للايل بروفيش، هو اللي بفرق الكلام هذا. in diluted urine، في عينة يورين، في عينة يورين مخففة بتكون تارجت منتفخة، تارجت منتفخة، بنشوفها منتفخة and increase in size. diluted ليه؟ لأنه زادت، قلت نسبة الأملاح، الماء المخفف ما بكونش normal saline، بكون hypotonic، أملاحه قليلة لكن الأملاح داخل الخلية كتيرة، فبصير إيش؟ diffusion وسموزيس، الأملاح اللي داخل الخلية كتير زي ما خدناها في بيولوجي، بتسحب المية من الوسط المحيط داخلها فبتنتفخ أي خلية في الدنيا. هذا اسمه بنقول عنه هايبوتونيك سوليوشن، المحلول اللي حواليها هايبوتونيك. لكن لو كانت نسبة الأملاح هايبرتونيك، أملاح عالية برا الخلية، بتسحب المية من داخل الخلية لبرا وبالتالي بتنكمش. عشان هيك احنا لا بنستخدم هايبرتونيك ولا هايبوتونيك، بنستخدم ميزوتونيك وهو معتدل الاملاح اللي هي نسبتها 0.85، يعني ايش؟ 0.85 تركيز في المية نورمال سلاين، له عالي أملاح ولا قليل أملاح، بالتالي بتضل الخلايا ما بتتأثر في الستول، خصوصا نشتغل الكلام هذا. قال لك إن alkaline urine they may be small، والله لو كان قاعدي بنلاقيها small، صار لها shrinking انكماش or entirely destroyed، ومن الداخل مدمرة forming massive، بتعمل لي هيك تجمع كتلة وفي brownishing granules، كتلة حبيبات بنية. شوف كيف بنشوفها تحت الميكروسكوب الآن، زي ما انت شايف في الصور هذه، عبارة عن عجل أو شبه العجل بتاع السيارة، بتاع البسكليت، بتاع المستكل. هاي من الوسط بنشوفها ماخدة لون، ومن الاطراف لون، لانه من الاطراف بتكون سميكة، من الوسط بتكون ايه؟ رقيقة، لانها مقعرة من الطرف هذا ومن الطرف هذا، فبالتالي من النص بتكون رقيقة، لذلك بتعطيني من الوسط لون مختلف عن الاطراف. في نفس الفيلد هذا شايفين الخلايا اللي محببة، هاي هذه خلايا دم بيضاء، اللي شايفينها هان، استخدم القلم، ضروري لازم نستخدم القلم، Thank you.
كلينيكال امبليكيشن الحالات اللي بتصير فيها. قال لك بدك تكون عارف greater than 5 red blood cells اكثر من 5 خلايا يعتبر حالة مرضية، وضروري جدا تركز لي على HBF high power field قوة العدسة العالية او القوية، يعني بنشوفها الهاي عند عدسة 40 اللي هي اكبر عدسة، يعني اكبر تكبير على الهاي باور فيلد. ولازم تنكتب مثلا احنا شفنا 5 بنكتب من 4-6 على الهاي ريد بلاس كورباسكيولرز شحطة HBF high power field. It may indicate، وهذا يكشف لي عن ايه الحالات المرضية التالية، انه presence of disease وجود مرض condition ظروف مرضية في urinary tract في المسالك البولية، غير هيك ملهاش علاجة. وجود كرات الدم الحمراء في عينة البول تحت في الترسيب او concentrated بيكشف لي على انه ايه في urinary tract في مشكلة في المجاري والمسالك البولية such as acute ظرف مؤقت glomerular nephritis محفظة بومان اللي شرحناها في اول محاضرة وقلنا لكم احفظوها الرسمة nephritis اللي هو نفرون، عارفينه النفرون اللي هو الوحدة الفعالة في الكلى اللي هي بتحتوي على المحفظة والتيوب اللي نازل منها، هذه بتكون فيها التهابات أكيوت فترة مؤقتة وبتعدي. بس المشكلة لو كان كرونيك جلوميريولار نفرايتس مدى الحياة أو مش مدى الحياة لفترات طويلة، إذا لم يحدث علاج نتج عنها حالة فحالة فشل كلوي رينال ستونز ستون حصاوي كلوية، وهاي الحصوة وهي بتتحرك وهي نازلة من الكلى في الحالب بتعمل على تجريح شو الكلى. سيستايتس التهابات في المثانة، بروستيتس التهابات في البروستاتا، التروما ضربات في الكلى، يعني واحد ولد بمزح مع أخوه راح خابطه بين هواية في صفحته، مين الصفحة بالعامية اللي هي مكان الكلى من خلف الظهر، بالتالي بنلاحظ ظهور دم في البول. التروما كذلك الأمر، المساجين اللي بيطلعوا معظمهم من السجون من عنا بكونوا بيعانوا زي هيك مشاكل نتيجة الضربات والتعذيب، فبنلاحظها بنقول له هذه التروما of the kidney. بتلاقي تشخيص الطبيب التروما of the kidney presence of parasite وجود طفيليات زي السيستوسوما هيماتوبيوم البلهارسيا الهدودة لهاي الدودة او هذه الديدان بيكون لها بيوض، هذه البيوض بيكون لها شوكة طرفية، هذه الشوكة الطرفية وهي ماشية في الاوعية الدموية اللي في الجهاز البولي بتعمل على التجريح وبالتالي خروج الدم وخروجه في البول. هذه من علامات البلهارسيا. البريزنس اوف بكتيريا الانفكشن التهابات بكتيريه حاده صراحه بتكون او شديده، بصير بعديها ينزف كرات دم بيضاء، خلايا دم بيضاء وكرات دم حمراء. رينال تيوبركيولوزس، تيوبركيولوزس وهو السل الرئوي، السل الرئوي وهو إما يدخل عن طريق الكلى عن طريق التنفس، تمام. السل الرئوي كلنا مطعمين له طبعا، مرض شديد، مرض ينتقل بالتنفس، يعني في المحاضرة زي قصة الكورونا واحد عطس في القاعة كل القاعة نسبة كبيرة منها تصاب فيه، من صفاته انه خروج دم في البلغم، يصير الصبح يطلع دم في البلغم
وهاي مشكلة كبيرة. تيوبركيولوزيس البكتيريا اللي بسببها مايكوبكتيريام تيوبركيولوزيس بكتيريا السل الرئوي، وهاي البكتيريا بطيئة، حتى هذه اللي بنصبغها في الأسيد فاستستين اسم الصبغة، العالم اللي عملها برضو ممكن طريقة برضو نفس كلمة أسيد فاستستين، زيهل نيلسن ستين اسم الراجل اللي عملها، سموها باسمه تيوبركيولوزيس يا جماعة الخير بالهند، منتشر كتير. الوفيات لا زالت لليوم موجودة، مش كل المضادات الحيوية بتجيب فيه، بنعمل له حجر صحي وحجر طبي في المستشفى ونحطه في غرفة لغاية الشفاء. في المناطق الباردة كمان منتشر، معظم الحالات اللي بتيجي من برا اللي بيمشوا شمال، كيف شمال يعني من التقبيل من السلوك الغير شرعي خلينا نقول، بينقل لهم المرض فبالتالي هذا البكتيريا، فبالتالي لما بيجي بيرجع عنا على غزة أو بيرجع على مناطق تانية ونكتشف معاه المرض، بنكون إحنا عارفين إنه هذه في معظم الحالات من السلوك الغير شرعي. طيب other disease conditions such as hemophilia وهو نزف الدم الوراثي، خلل في عوامل التجلط نتج عنها انه نزف الدم، مجرد ما ينجرح هذا الانسان بضل الدم ينزف لوقت طويل، لكن حاليا يستخدم ادوية بتمنع منه. malignant hypertension، malignant اورام أو سرطانيات الله ما عافيها في السمعين، هايبرتنشن ضغط، والمقصود فيها مالجنانت هايبرتنشن يعني الراجل اللي المريض اللي ضغطه دائما مرتفع، ضغط دم مرتفع، بالتالي بصير تسريب لكرات الدم الحمراء في المسالك البولية. تخيلوا الشغلة يا جماعة، مش تيمبوريلي انسنت increase the blood corpuscular may be seen. وهان temporarily مؤقت، وفاكرين لما قلت لكم في فرق بين كلمة temporary وكلمة permanent دائم، زي القلم اللي بنكتب فيه على الأوراق permanent مدى الحياة، temporarily مؤقت زي القلم اللي بكتب فيه على اللوح بنمسح بعديها، transient مؤقت ترتفع كرات الدم الحمراء مؤقتا متى؟ طب والله بشرة خير، يعني المريض اللي بيجي عندي يعني احتمال ما يكونش مشاكل في الكلى او التهابات او شغلات زي هيك. في حالات ما بيكون فيها حالة دائمة انه نخاف ويقلق المريض. ممكن exposure to cold temperature، رقم اثنين معلش فتنا الاولى، exposure تعرض الى كولد تمبريتشر درجة حرارة برد، يعني الراجل هذا الله يعطيهم العافية عمال اسرائيل بيطلعوا الساعة 3 الصبح والساعة 4 الصبح بيطلعوا على ايريز، فهالسقعة بيقفوا فهالشتا بيقفوا، العسكري اللي واقف في الشارع طول النهار بروح الصبحيات وجود دم في البول هيك، فبالتالي احنا بنكون عارفين انه هذه نتيجة تعرض للبرد. اللي فوقها after strenuous exercise، الست هذه قررت انه تعمل روجيم زي ما تقول فرح اخوها بكرة، مش بكرة يعني خلال اسبوع، او هذا الشاب وزنه كتير حب يعمل رياضة، او هذا الشاب فجأة هيك نصحوه بالرياضة صحي الصبحيات قال لازم العب رياضة، ما بداش تدريجيا فجأة مرة واحدة ما رحمش نفسه ما رحمتش نفسها في الرياضة، فبالتالي صار خروج للدم في البول وهذا أمر طبيعي. other substances confused with the blood cells، والله بدي أقول لك في شغلات تشابه تحاكي كرات الدم الحمراء. كيف يعني؟ يعني تحت الميكروسكوب بنشوفها شبه كرات الدم الحمراء اللي تو شفناها شبه العجل. الله ايش يعني اساس؟ في شغلات شبهها بدك تفرق بينها وتكون حويط جدا، وهذا سؤال مهم. انا بحب اسئله الوات ذا ديفرنس بتوين، ما هو الفرق بين كذا وكذا وكذا. تخيل هذا سؤال عندك، يست وات ذا ديفرنس بتوين ريد بلاد سيلز
yeast cells الخمائر الفطريات and fat droplets قطرات الدهون. الثلاثة هدول تقريبا بنشوفهم شبه بعض تحت الميكروسكوب. للي متدرب والإنسان الجديد اللي ملهوش في المخابرات كتير ما راح يستطيع يفرق بينهم، لكن مع الخبرة إحنا بنفرق. شوف يا جماعة الخير، وإنت قاعد تحت الميكروسكوب دائما بديش أقول لك حرك، بدي أقول لك إلعب إلعب في الأدجستمنت فيلد، الفاين أدجستمنت، عارفينها هذه تبعت الجنب الستيج، هذه واحدة بتحرك الستيج يمين شمال، واحدة بتحرك الستيج up down لفوق ولتحت، بتحط ايدك عليهم ودائما حرك هيك حركة خفيفة مش سريعة، هيك خفيفة، بتلاقي بتغير معاك الشكل، بصير الشكل ثلاثي ابعاد، بساعدك على التشخيص اكتر. هذه لازم ايدك تكون عليها وتلعب في الادجستمنت، ما تخليش ايدك واقفة، دائما ايد على الادجستمنت للاب والداون، وإيد على الأجسمنت تبعت الستيج رايت ليفت يمين وشمال، دائما خلي إيدك عليهم. قال لك مورفولوجيكال من ناحية شكلية، كيف نفرق بينهم؟ لو جاك السؤال وجبت لك إياه وقلت لك مورفولوجيكال، شو معنى كلمة مورفولوجيكال؟ علم يدرس تركيب الشكل للمركب، الشكل للمركب زائد الوظيفة structure and function، تمام؟ they may be differentiated by their morphology، نفرقهم الثلاثة عن بعض. red blood cells are somewhat round، أول فريق كرات الدم الحمراء بتكون مستديرة or disc shape شبه الديسك تاع السي دي تبع الاسطوانة اللي مستديرة and uniform in size وكلها وحجم واحد بتكون، while بينما yeast cells بتكون oval بيضاوية في الشكل، وبعدين من فوق إلها زي الطابوش بنقول عنه budding تبرعم، يعني هذه الخلية بدها ايه تنقسم، يطلع منها خلية تانية فطريات budding تبرعم at the surface على الطربوش على الرأس فوق. وان اذر هاند لكن الدهون قطرات الدهنية ايش بتكون؟ are irregular، بتكونش منتظمة مستديرة زي كرات الدم الحمراء كلها شكل واحد، ولا زي ايه الييست سيلز بتكون ايه بيضوية وإلها طربوش، مش كلها لها طربوش، في بدها تتبرعم وفي مش بتبرعم وخلصة، وفي لسه ما جهزتش نفسها لتدخل في عملية التبرعم. هذه بتكون irregular in size، حتى كمان الفات دربلتس في اشي كمان غير منتظم، كمان بتكون في الحجم، بكون حجمها هادي قد الشيكل، هادي قد النص شيكل، هادي قد العشرة شيكل، هادي قد الطنجرة كبيرة، هادي قد فاهم علي كيف؟ يعني دوائر، دائرة صغيرة دائرة كبيرة، هادي نعرفها. And they are shine بتشاين بريق لما لمعان شديد بكون إلها. Another means طريقة تانية في التفرقة، differentiation red blood cells from yeast and fat droplet is that، طريقة تانية تحت الميكروسكوب سهلة، بتروح جايب 5% أسيتيك أسيد موجود عندنا في المختبر، 5% بكون تركيزه is added يضاف تحت بتضيفه على السلايد تحت اليورين اللي موجودة تحت الميكروسكوب، تمام؟ تحت الكفر سلايد بتضيفها، يعني بتحط العينة بترفع قبل ما تحط الكفر، بتحط نقطة اللي هو أسيتيك أسيد وبتغطيها، شوف إيش اللي حيصير عندك، تيجي تطلع هتلاقي الريد والله اللي تحت الميكروسكوب لو كلامنا صح، وريد بلاد سيلز هتلاقيها صار لها ايش ديستراكشن هيموليسيس تكسير خلاص اختفت، لكن اليست سيل والدرابلت ما بصير لهم ايش ايش. تيروبورت ريزلت كيف بنكتب النتيجه؟ زي ما تو قلت لكم افتر لوكينج، بعد ما نعد قديش كم كرات دم حمراء بناخذ لنا هيك على الاقل ثلاثه فيل، بنقرا الاول والثاني والثالث وبناخذ متوسطهم، بنقول انظر تحت قوه 40 اللي هي الهاي باور فيلد، اللو باور
بتكون قد ايه؟ 10. هذه الضعيفة الأضعف 4 صح؟ في عنا 4 و10 و40. طيب الثانية الصغيرة، العدسة الصغيرة أويل، العدسة الزيتية هذيك 100. طيب بنقول عند قوة 40، يعني القوة 40 هذا الأخبار إشي objective هاي، they can be reported by mentioning بالإشارة إلى the average number. قديش رأي المولا؟ شفنا 10 خلايا بنروح كاتبين من 8 ل 12 number of red blood cells، بنحط شحطة على الهاي باور فيلد. هذا سؤال مهم في الشامل في المزاولة، ممكن اجي اقول لك كم خلية انت شوفت تحت الميكروسكوب بالريد بلاد سيل، بتقول لي مثلا 10، ما ينفعش تقول 10، بتقول من 12 لا من 8 ل 12. لو شفت انت 7 بتروح كاتب من 6 ل 8 ريد بلاد سيلز شحطة على الهاي باور فيلد. تمام، على الهاي باور فيلد ما بينفع نقول له باور فيلد، وهذا سؤال بدق عليه وبندق عليه وانا بدق عليه. انترفيرنج فاكتور في ام سي كيو على فكره عليه في الامتحانات بجيبها. انترفيرنج فاكتور ممكن عوامل ثانيه تتداخل مع وجود الريد بلاد سيلز وليس هي بحاله مرضيه، وليس هي حاله مرضيه. انترفيرنج فاكتور قبل ما هذا احكي الانترفيرنج، على الهاي باور فيلد بنعد الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز. الكاست اللي عندنا صور الانسجه على اللو باور فيلد لانه كبيره فايه بنكبرش كتير. طيب انترفيرنج فاكتورز ذات مي ريزلتس فولسلي، يعني كاذبه، ما هياش وجود ريد بلاد سيلز نتيجة حالة مرضية. Without presence of actual renal، يعني بدون حالة مرضية ما لهاش علاقة في الخلل الكلوي، لكن صارت ظروف عرضية ليس مرضية. Other normal physiological disturbances included، وهي تشمل nostril bleeding، نزف أو عفوا الدورة الشهرية لدى السيدة. وخلوا بالك وفحص البول يمنع منعا باتا نعمله للسيدات أثناء المنستريشن بيريود. منستريشن بيريود ممنوع. لو اجت عينة فيها بلد لدى سيدة وموجود زميلتكو في المختبر، فورا تسألها حضرتك في المنستريشن بيريود، إذا قالت بتقول لها ريجكت، إيه ما بتلزمش العينة لما تخلص تجينا. تمام. فاجينال بليدينج، نزف في المهبل، في برضو حالات مرضية معينة غير مرضية، نزف نتيجة تأثير معين، حالة من حالات الحمل، حالة من حالات أمور زي التروما. التروما ضربات of the anal area in female patient، برضو ضربات في نفس المكان. طيب following traumatic catheterization، برضو ضربات ناتجة بتكون برضو في المجاري البولية، ومثلا بتكون بعد الكاثرايزيشن، الكاثر الكاثرايزيشن اللي هو أنبوب الكاثتر اللي بيتم إدخاله لدى الناس اللي بيعانوا من مشاكل في عملية إيش التبويض، فبروح بركنهم كاثتر، أو ما بروحوا على الحمام، أو ممنوع يروحوا على الحمام أثناء عملية، فبالتالي بحدث تجريح في المسالك البولية. Due to some drugs، بعض الأدوية زي مين؟ الأدوية الأسبرين. الأسبرين يا جماعة الخير هو دواء يعمل على سيولة الدم، فلو اعطنا لمريض وشرب حبة الأسبرين هذه 500 أو البيبي أسبرين، معدة فاضية تعمل على نزف جدار الأمعاء، عفوا نزف جدار المعدة،
فبالتالي بيخرج ريد بلاد سيلز في البراز في الانتستين، فما بالك لربما كمية عالية من الأسبرين يعمل على النزف داخل الجسم خارج الجسم. كيف خارج؟ يعني تحت الجلد في الأمعاء خارج الأمعاء في المخ في الكبد في الكلى كلها. أي دواء من الأدوية مانعة التجلط تعمل سيولة الدم بتكون وظيفتها هذه بتكون خطر استخدامها. ingestion or overdose جرعة زائدة. anticoagulant زي الورفرين زي الكومودين، واكيد لكم لابد اللي حدا عندكم مريض في العيلة قلب او بتعرفوه بياخد anticoagulant ورفرين الكومودين نفس فكرة الأسبرين بس مور كونسنتريتد، بكون تركيبة بتختلف، بيعمل على سيولة الدم لتخفيف في الضغط على عضلة القلب. طيب نروح للليكوسايتس، شايفين كيف شكلها؟ منقطة جرانيوليتد حبيبات، شايفين الأنوية الثلاثة هذه الكبيرة أو نويتين ليكوسايز وايت أربعة، يعني ما تزيدش عن أربعة على الوايت بلاد سيلز. على إيه برضو بنقرأها؟ على الهاي باور فيلد. نفس القصة، أبيرانس نورمال كلير جرانيولر بتكون شفافة لكن إيه محببة ماخدة شكل دائري. ميجرز بتكون أكبر من كرات الدم الحمراء مرئية، مش ميبي لا هي بتكون فيزيبل مرئية بشكل طبيعي. قال لك في الألكالين يورين بنلاقيها مي إنكريز زير سايز بزيد حجمها and become irregular وشكلها غير منتظم يا جماعة الخير، زي الفيديو اللي شفناه للوايت بلاد سيلز في لا هذاك في التحليل الطبية، مش عارف إذا فرجيتكم إياه ولا لا، وإلها مهمة. طيب ريد بلاد سيلز عكس، طبعا عكس الريد بلاد سيلز بتكون بريدومينتلي شائعة بوليمورفيك نيوكلير بتكون عديدة الأنمية النيوتروفيل ار سي sometimes become of predominant of neutrophil. بعض الأوقات بتكون إيه معظمها نيوتروفيل، بتكون النيوتروفيل 70%. خلي بالكم أنت occurrence of bacteria cell والله إذا لقينا بكتيريا ولقينا نيوتروفيل معناته فيش إمكانية إلا يكون UTI together with mononucleic alcohol bus. البس سيلز يا جماعة الخير، بس سيلز أو البس الصديد بيحتوي على بكتيريا white blood cells و destructed tissue وأنسجة مكسرة بتكون في المكان. الثلاثة هدول زي حبة الصديد الأبسس الدومن اللي بنشوفها على جلدك على جلدك على الوجه على الإيد، بتلاقي إيه ندبة سكايرز طالعة وفي نصها نقطة بيضة. النقطة البيضة هذا صديد بكتيريا أنسجة زائد إيه زائد white blood cells. وايت بلاد سيلز اللي بنسين ان كلامبس والله ممكن احنا نشوفها متجمعة، خلي بالك ومرار كتير كتير ناس بتفكرها ايه بتفكرها ابيثيليال سيلز لما بنشوفها مجمعة، لكن مع الخبرة احنا بنميزها. It also possible to see single irregular nuclei وبنشوف مرار نواة واحدة أو and small rounded looped nuclei أنوية زي لوب، يعني ايه يعني متصلة في بعض ثلاث أنوية زي النيوتروفيل ثلاث ار سي ان يورين سيديمن بنشوفها في زي ما احنا شايفين عنا. ها هاي الوايت بلاد سيلز كل شكل مختلف داخلها الأنوية، تمام. طيب نمشي، شايفين هاي عند السهم كيف
بقوة وجودها. هذه ماخذة شكل زي النص شكل بالضبط، نفس النص شكل بنشبهها احنا لمين؟ للنص شكل. شايفينها؟ طيب clinical implications متى تظهر؟ increase number of leukocytes in urine are seen in cases of بنشوفها في حالات كتيرة. صلوا على النبي يا جماعة الخير، لو لقينا الوايت بلاد سيلز عالية والريد بلاد سيلز أعلى معناته نزف في المسالك البولية أو الجهاز البولي. لو لقينا الوايت بلاد سيلز عالية والريد بلاد سيلز عادية أو المهم مش عالية عادية أو منخفضة، معناته إيه؟ انفكشن، التهابات. تمام؟ لو لقينا الريد بلاد سيلز عالية والوايت مش عالية بنأكد انه ايه؟ في جرح او في نزف في المسالك البولية. لكن ارتفاع الريد بلاد سيلز يوحي لي عن ليش طلعت الريد بلاد سيلز؟ لانها طلعت تكافح ضد مين؟ ضد ايه؟ ضد وجود بكتيريا او ايه؟ جراثيم. فوجود الوايت بلاد سيل يدلل لي على انه حاله يو تي اي يورينري تراكت انفكشن. اما في حاله الحصاوي اللي بتعمل نزف بنلاقي الريد بلاد سيلز مرتفعه والوايت منخفضه، لان الوايت ما لهاش وظيفه، ما طلعتش بس صار في نزف طلعت الريد بلاد سيلز. وخلي بالك 90% من مركبات خلايا الدم بتكون ايه؟ بس كرات دم حمراء، فبالتالي حيكون نسبتها عاليه. وصلت؟ اما في حاله الحصاوي زي ما قلنا، في حاله الالتهابات لا، بتلاقي الوايت بلاد سيل عاليه عاليه كتير نسبتها، يعني بتصل 20-30 في الفيد، بينما ايه؟ الريد بلاد سيلز بتلاقيها من 10-15 او من 0-15 بتتراوح فيك، لكن الوايت اللي عاليه. فهيك بنحدد الفرق بين الستونز الكريستالز الحصاوي والالتهابات. ادوها واسمعوها كمان دور وكتبوها عندكم. فالرينال ديزيز في مشاكل ايه؟ الكلويه، بلادر تيومر او رام في المثانه، اللهم عافينا وعافي السامعين، سيستايتس التهابات المثانه، البروستيت التهابات البروستاتا كذلك الامر. يتم تسريب لدى الرجال وخروج الوايت بلاد سيلز. اكيوت اور كرونيك بكتيريال انفكشن حادة أو مزمنة such as renal tuberculosis اللي تقولناها في الريد بلاد سيلز gradually increased number of leukocytes are also seen during مؤقتا ترتفع مش حالة مرضية في الفيفر سخونة حمى after strenuous exercise في حالة الرياضة الشديدة. How to report results لكتابة النتيجة خلي بالك after observing the distribution زي ما شفناها عند قوة 40 نفس الريد بلاد سيلز لازم نقرأ لنا 10 فيلدات نقرأهم عشان ناخد المتوسط تبعهم. البوسيبلتي ريبورت معانا من 0-5 ليكوسايز على الهاي باور فيلد. تمام؟ كيف يعني؟ سيبك من هذه الجملة اللي في الآخر هذا عشان ما تخربناش. التسجيل والله لو كانت النسبة من 0-5 ليكوسايز بنسجلها مثلا زي ما قلت لكم ناقص رقم وزيادة رقم على الهاي باور فيلد، وبكون هذا وضع ممكن نكتب قبالها كلمة نورمال، ممكن نكتب قبالها كلمة نورمال على الهاي باور فيلد بدل من 5، من 5-10 فيو، من 10-20 مديريت، من 20-30 ماني، أكثر من 30 بنقول فول فيلد. نتوقف لغاية الإبيثيليال سيلز. يعطيكم العافية، نلتقي في المرة.